سعد وانا بعد في بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبق ولا كلمة هلا سعد وانا بعد في بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبق حول يمين حول يسار مرة يمين مرة يسار سفر يمين سفر يسار أم العلوم ونشر الأخبار أبغتني أنا وسعد في بلا شاك أما تصيب ولا تخيب يلا سهلا أبغتني أنا وسعد في بلا شاك أما تصيب ولا تخيب يلا سهلا تصيب تصيب حاول يمين حاول يسار مرة يمين مرة شمال حاول يمين روح يسار يسار مرة يمين مرة يسار شفي وانا بعد على الوعد في بلا شاك غريب من هو بسم الله الرحمن الرحيم الو الو السلام عليكم عليكم السلام من معي انا هدى ام ندى زوجة ابو هلال حياك الله يا ام ندى شلونك بصراحه انا متصله فيك ابيك تتعشين عندي والله بس انا يعني الله يسلمك لا بس ولا غير الله يهديك عاد انا مصر انك تعشين عندي خلاص خلاص يا اخويتي ان شاء الله ما يكون خاطرك الا طيب بس انا عندي يعني طلب صغيرون طلب صغيرون طلب صغيرون الا تمرين امر فعليك الله يسلمك انا يعني ما امر عليك عدو اقول لي وتعزمين يحلي لهم جاراتك هذين الحليوات وطيبات ودمهم خفيف اللي هي مريم والثاني ايش اسمها؟ اي اخبار؟ ما ادري والله اشر الله يا اخويتي ما اعرف اسمها. قصدك اسرار؟ لا 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 تحاتين ان شاء الله بتكون موجوده ومريم بعد موجوده لا تحاتين. خلاص عيال انا يوم الخميس ان شاء الله بكون عندكم. ان شاء الله حياك الله يا الغاليه. الله يحييك يا ام ندى مشكوره. مع السلامه. والله ما يندرى على شنو تخططين يا منادى يا هدو لكن انا اقول مو على هديه يلا شباب ابي منكم اثنين يروحون معي علشان الشهاده في المحكمه شهاده وشو شهاده التطعيم شهاده خلاص يبا الرجال بيطلق فراد الله يبارك فيك مبروك يا ابو هلال الله لا يبارك فيك اقول ابو هلال ايش حق تاخذ معاك شهود اثنين؟ ود معاك سعد لا وهم بيردون لك الباقي بعد. دقني دقني متفقين. لا 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 قوم الحين اصك الحين بالطرقه ادخل نظارتي بعينه. قاعد تنزل اي؟ لا سعد خله عنك. فيصل مو وقته خفه الدم. اسمع انت يا وجه النحس من يوم شهدت معاي على زواجي وانا ما توفقت. الحمد لله. يا جماعة تكفون واللي يسلمكم حسوا فيني أنا لازم أخلص الموضوع الورقة لازم توصل قبل الخميس أفو عليك أنا أول واحد حاضر أشهد معك وأنا بعد مستعد وأشهد لك أحسن شهادة لا 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 بل شهادتك الزور خلها لك يا حرامي يا كذاب بل اشتهوا أبو بخيت ليش اسمع ايش يقول لا والله إحنا ما حجبنا المشاكل وورطنا إلا أنت اسمع يا حسون تفكر ان احنا نسيناك عدل. لا يبا لا ذكره الفلوس اللي لهفت انت مع الخطابه صحيح. شوف ترجعها هذا شوف اهم شيء عندي الفلوس اما رجعتها خلي الدم ذهني انا قلت لك سمعت ايه سمعت انا سمعت انت ايش دخلك الملقوف ايه انت اهم شيء سمعت ولا لا ولا تبيني اخليه يسوي لك حركه التصادم لا 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 لا, لا. كل شيء الا التصادم ايه سمعت سمعت شنو هذه حركه التصادم هاي مالتكم هذا والله ما ادري بس ما حد يقدر يتصادم معاك ما يطيق صبره نهتنوحي
خمسة 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 ستة سبعة ترى جيبها لعواسني ايش بلاك شو السالفة؟ هذه المرة الألف اللي تعد فيها الفلوس يا أخوي أنا متأكد من الفلوس يبا هذه 100,000 100,000 إيه أدري مو بكل مرة تمسك هالمبلغ أنا ما أدري شلون قلبك يطاوعك إنك تعطيها المبلغ ما أدري شلون قلبي يعورني أشوف عطني بس يا حبيبي خلي تولي الفلوس مقابل حريتي أنا مستعد أبيع اللي وراي وقدامي بس أتخلص من الكابوس اللي أنا فيه وبعدين هذا وين سعد ليش تأخر أنا مستعجل ها يمكن هو قاعد يتصل لك الحين بسم الله الرحمن الرحيم فرج نجل ناسك بسرعة ايش بك صاير هذه هي تتصل الله هذا خرعتي يبا ليش خايف الكثر ليش يبا لا ترجع لي أخذت ولي خلاص أخاف قاعدة تراقبني وعرفت اني جاي اطلقها انت نسيت انها جت لي البيت واختفتني هذا كل شيء تسويه الشي ما يرد علي انا ايش سويت له ليش يتهرب مني استغفر الله العظيم خطف وخطفته ايش يبي بعد اذبحها يعني تفضل طال عمرك هذا المؤخر خلوه عندكم وعن طريقكم وصلوه اياها أنا أقول الله يسلمك خلي فلوسك عندك ها شاور عمرك وروح البيت صلك ركعتين استخارة يمكن تبدل رأيك أنا أقول روح وتعالوا لي عقب أسبوع أيبا أي أسبوع الله يسلمك سمعتوا شو يقول تكفى يا سعد لحظة يا أيبا لا لحظة يا أيبا خلي بتفاهم معانا لا بكلمه طال عمرك الريال يقول لك إذا ما وصلت الورقة قبل الخميس ما راح نشوف وجهها مرة ثانية أي والله هذا المطلوب يمكن تعدل الأمور ولا يرجع مرة ثانية لا ما في فايدة طال عمرك أنا بقول لك الرجال هذا قشوه يعني قشوه غشوني شلون يعني غشوه الرجال هذا مسكين زوجه وحدة ما شافها ويوم شافها يا ليته ما شافها كيف يعني أنا أقول لك سوك بلال لبي طلع صورة إن شاء الله طلع صورة الحين بس طلع صورة وخذ دقائق طلع صورة دقائق وين راحت صورة هذه ها تفضل تفضل طال عمرك تفضل طال عمرك دقق أعوذ بالله ما هذا؟ هذا الريال بيفهمك من الصبح وانت تقول له تعال بعد أسبوع هذه أنا أحلى منها لا أي أسبوع أي يوم الحين خلص الموضوع عطوني بطايقكم سمعي يبا مثل ما اتفقنا قولي لهم انك اخذتي الفلوس مني ونصيبك بييك لين ما عندك وش اللي خليني اثق فيك وما تقص علي مره ثانيه يبا شاقص عليك الفلوس اساسا عندي لو انا ما بخلص الموضوع شو اللي جابرني اكلمك وبتعطيني فلوسي كامله 10,000 عن كل واحد بس تقولين لهم انك اخذتي الفلوس مني وتقدمين لهم خدمه زواج مجانيه تعويض لهم ولا اذا تبين ال10,000 ترجع لهم هذا شيء ثاني لا 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 شنو ترجع لهم خلاص اتفقنا تمام طيب ما تشوفين لي واحدة غنية يا سلام يا حلو الحرية فكه حين بس الحين شو بتسوي يا ابو هلال وشو بتوصل لها الورقة الحين عندي انا اقول لكم عن طريق البريد لا يا يبا ابو هلال يخلص اموره بنفسه شناوي عليه يا ابو هلال شناوي عليه مالي للخطة 505 والفال حقك يا سعد لا يبا انا ما مستعد اطلق هديه تبي الصراحه يبا انا بنطلها لين تموت وبعدين لا يا اخوي بهديه تبي الصراحه يعني والله ما تستاهل ان اطلقها يا اخوي لانها مره طيبه وذكيه وكريمه ولا تنسى يا ابو هلال ترى هي اللي طلعتك من مشكلتك وسوت منك بطل صحيح يا سبايدر مان ايه ها اشوف القلب بدا يتولع والله يتولع ما يتولع مرتي كيفي اي صاير حبيب يما عاد اروح مع ابوي العزبه بكره لا يبا ابوك بيروح مع ربعه وانت ان شاء الله باكر انت تكبر تروح معه اوه كله انت كبر ما يصير كذي لا تخاف هلول حبيبي باكر تكبر بسرعه وتقول يا ليتني ما كبرت والحين لازم تطلع غرفتك وتحل واجباتك ما ادري ايش فيها هلول كله يتذمر اقول على طاري تذمر عشان ما تتذمرين علي وتقولين ما قلت لك ترى انا باكر مسويه عشاء حق من عزمت هديه لا يا يمه ابو هلال بيزعل ما يبيني اعزمها حبيبتي كلام رايلك يمشي عليك ما يمشي علي انا الله يهديك بس يا يمه اقول خلي عنك هالسوالف لا تنسين تعزمين باقي الحريم وخاصة أسرار
أسرار؟ نعم. من متى تحزمين أسرار؟ لا وتصرين على وجودها؟ شو اللي يدور في راسك؟ حبيبتي لأن هذا وقت أسرار اللي تنشر الأخبار. يما انت من وين جبتي رقم هدية؟ وهي خلاقه ما تشوف واجباتي. واجباتك؟ الله خوش بيت هذه. كفو تسكن هالجكرة بهالبيت؟ يهبل بس هي اللي مو كفو. هلو شنو يبي؟ مي نو عربك اسمي انجلش انجلش. What do you want? مدام بليز. اوكي كم ويت مي. اوكي. ما شاء الله عليش يا نسمة ما شاء الله تبارك الرحمن. جمال جمال كله جمال. ما احتاج لا مكياج ولا شيء. جمال طبيعي. وي. ماما فينا بربرا يقول يبي ماما. ما قالش ايش يبي؟ لا. زين روحي يبي دفتي روحي يبي دفتي. اوكي ان شاء الله. ما شاء الله حلوة حلوة. حلو يا رب ما تعرفني. واجه الحقيقة المرة. خليك ثابت خليك قوي لا تصير جبان. هاش عندك؟ نو عربك مدام نو سبيك عربك نوت سترونج. What do you want? This is for you مدام. اللهم اجعله خير. شنو هذي بعد؟ لا لا بل بهلال اصبر. نو تاتش مي نو تاتش مي. الله لا يردك. حسبي الله عليك حسبي الله عليك. انجلعي. الله انجاك. ولا لو صيدتك يا ابو هلال كان معلقتك من عيونك. اقول لك الحمد لله اني شربت هذا كله بسبه حسون الله لا يبارك فيه. يبا قايل لكم حسون هذا لوتي بس انتم ما صدقتوني. يا اخي لوتي ولا جوتي ما عاد تفرق معانا. الرجال قص علينا وخلص. اي والله اي والله. يلا هذا وجاكم شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يحييك. حالك صديقي؟ تمام الحمد لله. الله لا يحييك. اي والله. بل 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 ليش عاد يا ابو بخيت؟ يا اخو انت ما تستحل ويك انت. ما عندك دم. قربلتنا بهدلتنا خدت فلوسنا وكل يوم قاعد ويانا هنا مشاهدنا ولا كانك مسوي شيء. خذ السنه منه السنه منين؟ خل عنك يا سعد. اسمح هدري هدني عليه. ما عاد اتحمل تصرفاتك البايخه. هدري لا تمسكني. حلالك انت لا تسوي لنا سوالف تودينا مراكز تقعد تشجنونا. ايش فيني؟ اسمع ايش يقول. ايه ايش فيني؟ كلام يجيك ويوصلك ويتعداك. شكله ما يعرفني هذا. اسمعني انا اذا عصبت يصير حجمي اكبر بسبع مرات وينقلب لوني اخضر. حاشا احتراز ولا للرجل الاخضر هاي؟ يا حبيبي يا ابو بخيت يا حبيب قلبي. ها طالما قال يا حبيب قلبي يعني ما ناكل فيها غسيل مخ. ما عليك منها. لا يا يبا لا يا يبا لا غسيل مخ ولا غسيل ملابس. اسمع مني انا اتصلت على الخطابه وكلمته وسمعته كلام عمرها ما تسمعه وتوصلت معاها الاتفاق. نعم اتفاق شنو؟ اول شيء اعترفت بغلطها وقالت بتعوضكم. شنو؟ يعني بترد فلوسنا؟ لا يا يبا بتقدم لكم خدمات مجانية. شنو تقص علينا خدمات مجانية؟ شنو بتعطينا كوبونات تزوج واحدة واحصل على الثانية مجانا؟ لا يا يبا هذا اللي تقول عنه أوفر قديم. الحين بتقدم لكم خدمة خطبة وزواج مجانية. يعني كوبون لك وكوبون حق الحبيب وبخيت. وبعد إذا تعرفون حد من صوبكم ممكن يستفيد من هالخدمة. الله 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 عليك يا أبو علي. بصراحة عداك العيب. وإذا تعرفون حد من صوبكم ممكن يستفيد من هالخدمة. إيه عداك العيب يا أبو علي. وإنت شهامك يبا. إنت عجبالك إحنا بخاطب لك مع عيونك هذي اللي شنو عيون قب قب. شوف أنا لو أتنازل بفلوس كلها حق الخطابة ولا تستفيد منها إنت. أفا أفا يا بخيت الله يهداك. إيش فيه الله يهداك؟ يبا عطى الخدمة خلي عرس يستاهل. إلا خدمة عطى. شنو شريحة مفعلة الخدمة؟ اسمعني يعني هذا اللي طلعنا فيه منك؟ يا ابو هلال يا ابو هلال لو تفكر فيها بتطلع لك فكره طيبه. الواحد ما يعرف متى يحتاج هالخدمه ومثل ما يقولون
العوض ولا الحريمة. قلت لك بغسل مخنع. غسل مخنع؟ غسل مخنع من زمان أصلاً. أقول ببخي. نعم. خلنا نتصل بالخطابة. يا بهلال لو افترضنا إن كلامه صح، شو يسوي بالكربونات مال الخطابة هذه؟ يا أخي مثل ما قال، العوض ولا الحريمة. وبعدين أنا بخلي الكوبون عندي بزوج فيها اللولي إذا كبر. والله شو أقول، أمرنا لله. السلام عليكم. شلونك ندى؟ شخبارك؟ علومك؟ وعليكم السلام. وي ايش فيهم تاخروا ضيوفك للحين ما ياو؟ لا والله حبيبتي، انت اللي جيتي بدري. اي انا اللي جيت بدري. الا كلك يا ندى، يعني بصراحه لا تزعلين مني، امك ما تدانيني، ما ادري ليش مصره انها تعزمني. اي والله وانت صادقه، هي ما تدانيك، بس ما اعرف ليش هالمره بالذات اصرت تجيني الهزيمه. سبحان الله سبحان الله، يمكن شي مره واحده نزل عليها الحب ما ندري يعني. الا ندى بقول لك، نعم. امك ليش مهتمه في هذه العيوز اللي نقذها ابو هلال؟ شو السالفه؟ عادي حبيبتي، المره جات بيتنا ويابت هدايا وشكرتنا فحبينا نعزمها، هذا كل الموضوع. انزلنا صار حبيبتي عن اذنك، انا بروح اساعد امي في المطبخ. يا حبيبتي تفضلي، بعد اذا تبوني اقوم اساعدكم ولا اسوي شيء يعني، ترى انا بقوم عادي. لا مشكوره حبيبتي ما تقصرين. يا حبيبتي اقص يدي من هني اذا امك العقربه ما تخطط على شيء. بس على منو يا حبيبتي؟ على اسراره؟ لا حبيبتي انا ام العلوم، بصير يا عارفه. اي محته يعني كلامه طلع صدق، ايه اللي خذت الفلوس؟ ما ادري احنا ظالمينه ولا متفق معاها. يبا اتفق وياها ولا بكيف، اهم شيء بنطلع بكوبونات الزواج ولا نطلع يبن فلسي، لا زواج زين ولا فلوس رجعت لنا. والله كل شيء جايز، انا يمكن بيني وبينك اتزوج نانسي عجرم، اهو نص الزواج قسمه ونصيب. شو تزوج نانسي عجرم؟ ايه من سين وينك كنت تزوج نانسي عجرم؟ ايش كلامك والله توم كروز؟ كم 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 وصلني البيت كم كم سال؟ اي هذا اللي انت فالح فيه كله محطمني، اسكت لا غير اخذ نجوى كرم. تاخذ نجوى كرم؟ ايه شو قالك انت؟ زين وينك انت العين من طولك من حالاتك تاخذ نجوى كرم؟ هلا خليني باخذها خلانا. انت تاخذ جورج وسوف. حي الله من زارنا، حي الله من نوار البيت اللي تمرين فيه، بسوي لك اياه بايبه بحطش اللي تمرين عليه بس. الله يسلمك يا يما، والله خاطري فيها للدية. تمرين امر. الله يسلمك يا يما، تسلم يدك. الله يسلمك. اقول يما، والله الله يشهد علي اني من عرفتكم اول يوم الله يدري اني حسيتكم مثل هلي واكثر. طبعا يا يما، احنا صرنا اهل، وبعدين ما شاء الله عليك كل الحلم صاروا يحبونك. الله يسلمك يا يما، ما قصرتي الله يعافيك. اي صحيح. لا اقولي هدية، اليوم اللي كان ببوقك الحرامي فيه وين كنتي رايحة؟ لا يعني انا قصدي كنتي تتمشيني هني على ريولك وين كنتي رايحة؟ هالسؤال يقرقع يحوس في قلبي، ابي اسئلة بس بصراحة يعني انا استحيت. اقول اسرار، ايش رايك انتي وهدى ها؟ تروحون مركز الشرطة ويحطونكم هناك ما شاء الله عليكم. كان كان من زمان صدتوا العصابة كلهم. يما هدية حبيبتي، أمي ما تقصد شيء، هي تقصد يمكن تعرفين حد من هالفريج. أما أسرار على قولتك المفروض ياخذونها في التحقيق. إيه كله دافعي عن أمك، ولا أنا حليلي مني دافع عني؟ أنا لبنت البطة السودة. قصدك بنت البتو السودة. يا حليلك يا مريم. عاد وإذا سألت يعني بصراحة سؤالها في محلة. أقول أختي هدى، قصدي سامحيني يا أم ندى، دام الموضوع هالكثر هامك، إيش رايك ها أوديك أنا مركز الشرطة هناك وتسألينهم؟ إي ولا أقول لك أجيب لك تصريح دخول السجن هناك تسألين العصابة اللي في خاطرك. وي وي وي، لا لا الله يهديك، وش يوديني أنا هالأماكن؟ خذي اسرار هي تحب السوالف. وي شنو اللي خذي اسرار؟ اقول لك تحكي عن نفسك، مالك شغل فيني. تا
تبين الصج عادي اسرار؟ انتوا لو ياخذونك يودونك التحقيق كان الحراميه حبيبي اعترفوا على نفسهم حتى لو ما سووا شيء. ايش بلاهم دول؟ شو السالفه مسكرين الباب؟ لا هاي ايش بلاها يمكن نساتني هني؟ اي والله العظيم يا جماعه انا اسحب وهو يسحب، انا ودي وهو يودي، وانا يي وهو يي. اي والله قطع انفاس الله يقطع انفاسه لن يفتح على راسه. بس بصراحة يا خالو هدية أنا ما توقعت إن دمك خفيف كذي. حتى أنت يا خالو مريم والله ما توقعت إن كذي يعني خفيفة ما شاء الله عليك. ندى فصل الباب. نسيت أقول حق بولار إن عندي ندى دقيقة وبرجع لكم. إي ما عليه. ايش فيك يا ابو هلال؟ ايش فيك كسرت الباب؟ شو صار؟ انا اسفه نسيت اقول لك اني عازمه حريم امي لعزمتهم. ما علي دش من الباب اللي ورا. لا والله دش من الباب اللي ورا. انت ايش فيك قبيه انت؟ ليش ما قلتي لي روح من هناك زين من الاول؟ قولي لي عشان ما اكسر الباب وادش افضحك عند الحريم. لا تخاف، كل الحريم الموجودين يعرفون انك محترم، وبعدين ما في حد غريب، ما في الا مريم واسرار والوالده هديه اللي انقذتها. شنو؟ هدية انت ايش فيك تهولة؟ انا مو بقايلك لا تعزمينها. ما هو انا اللي عزمتها، امي اللي عزمتها. شنو امي سالفة امك معاي؟ خلاص يا ابو هلال ما عليه، مو بوقت هالكلام الحين، انت الحين دش من باب اللي ورا بعدين نتكلم. بعدين معاها هذه عمتي هالكوبرا، هذه الظاهر مو جايبتها البر، بتتم تبحث لين تخرب الدنيا. اي لازم اكلم سعد اقول له الموضوع. وين هذا الخرتيت الحين تلقاه نايم؟ يا بي هاي بعد متصل. هاي الله النسبة. ألو، هلا أبو هلال، خير؟ مصيبة؟ اقعد يا رجل الأعمال يا بزنس مان. اي والله أنا بفلوس. هذا سعد وانا بعد بيت الاشاد، عبقتني وانا بعد كلنا مطبات ولا كلنا. هذا سعد وانا بعد بيت الاشاد، عبقتني وانا بعد كلنا مطبات. حول يمين حول يسار، مره يمين مره يسار، سفره يمين سفره يسار، ام العلوم ونشر الاخبار. عبقتني انا وسعد بيت الاشاد. لا والله تصيب ولا تخيب، يلا سهلات.